وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق. دكتور حسن، تفقد السيد الرئيس لعدد من المحاور الجديدة التي تربط ما بين شرق القاهرة وغربها، دور هذه المحاور في تيسير حركة المرور والتخفيف من التكدس في الانتقال من مكان إلى آخر؟ مساء الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم. طبعا الجولات الميدانية اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عودنا على متابعة المشروعات القومية على أرض الواقع بما فيها قطاع النقل، وفي الواقع قطاع النقل يحظى من 2014 بدعم الدولة والقيادة السياسية باعتبار أن هذا القطاع بيدعم خطط التنمية اللي بتقوم بها الدولة بعد ما أكملنا المشروع القومي للطرق اللي هدف إلى ربط مفاصل الدولة ببعضها. كان الاتجاه والتوجيه من القيادة السياسية بحل المشاكل المرورية اللي موجودة داخل المحافظات من خلال فتح رئة مرورية. هذه المحاور اللي يتحدث عنها التقرير اللي حضرتك قلتيه وغيرها هي بمثابة رئة مرورية بتحول المحاور اللي كان فيها ازدحام على مدار الساعة إلى محاور فيها انسيابية لحركة المرور، وده لتخفيف العبء على المواطن في التنقل ورفع المعاناة والوقت اللي كان بيهدر في الطرق وفي يعني الاختناقات المرورية اللي موجودة. كل هذه الأمور لها مردود إيجابي على سرعة نقل المواطنين وسرعة الحركة وتوفير الوقت وتوفير كمان الحد من الانبعاثات الغازية اللي بيكون ليها تأثير بيئي سيء، بالإضافة إلى أن هذه المحاور بيتم بالتوازي لتطويرها تغيير الوجه الحضاري للمناطق اللي بتمر فيها هذه الطرق. يعني الامر لا يقتصر على الطرق ولكن يقتصر على الطرق وعلى المناطق الخدميه المحيطه وغيرها من المشروعات اللي بتكون بالتوازي لهذه المشروعات الخاصه بالطرق. نعم. الجانب الاخر هذه البنيه التحتيه القويه والرابطه بين العاصمه القديمه اذا جاز التعبير او القاهره والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يمكن أن تسهم به في عمليات التنمية وتغيير وجه الحياة بالشكل الأمثل بالنسبة للتيسير على المواطن المصري؟ شوفي، هو أي مدينة جديدة بتاخد يعني دورة علشان يحصل إكمال للإعمار في هذه المدينة الجديدة، هذه الدورة بتصل من 10 ل 15 سنة. عشان الدولة تسرع من معدلات الإعمار في المدن الجديدة بشكل عام وليس فقط العاصمة الإدارية، كان لابد أنها توفر شبكة نقل وربط قوي ما بين هذه المدن الجديدة وما بين القاهرة من خلال شبكة نقل بري، من خلال محاور وطرق تم إنشائها، من خلال توسعة الطرق المؤدية إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال انشاء وسائل نقل سريعه زي المونوريل وزي ال ار تي، وكل هذه الوسائل تعد بدائل للنقل يعني تتماشى مع كل متطلبات المواطن للعمل او السكن او الاستثمار في المدن الجديده بشكل عام وفي العاصمه الاداريه الجديده، باعتبار ان الدوله ستنقل الوزارات والمصالح إلى العاصمة الإدارية، فمن المتوقع أن هيكون في حجم طلب على النقل كثيف، لابد أن أنا أوفي هذا الطلب بشبكة طرق جيدة وأوسع المحاور اللي موجودة وأنشئ محاور جديدة، علاوة على أن أنا أوفر وسائل نقل عام وجماعي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق.